البداية أول شيء إحنا سعيدين يعني بوجودك معنا إن شاء الله في هذا البرنامج، برنامج كفاءة الإمارات وكلنا زايد، وإحنا إن شاء الله نعتبرك ككفاءة إماراتية وكتجربة إيجابية لك وللأجيال القادمة. ولكن دعنا نرجع للوراء، أكيد بقول لك مشوار ألف ميل يبدأ بخطوة. نعم. تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين كيف كانت سيدي بدايتك وانطلاقتك في حياتك العلمية والعملية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هي قصة طويلة. نعم. أنا رضا مسلم من قرية متسويد بمحافظة الدقهلية، تخرجت سنة 1972 معي بكالوريوس تجارة ودبلوم في التخطيط والتنمية الاقتصادية من جامعة الأزهر سنة 74، ومررت طبعا بتجنيد وحضرت حرب اكتوبر، انا تم تجنيدي كجندي سنة 72 وخرجنا من القوات المسلحة سنة 74. نحمد الله على كل شيء. وتواجدت في الدولة في مطلع عام 77، دولة الامارات في عام 1977، مطلع 77 يعني بالضبط. انا حضرت رأس السنة الميلادية في دولة الإمارات في أبو ظبي. الحقيقة تدرجت يعني أول ما جيت البلد، الحمد لله نحمد الله فضله، يعني كنت في القطاع الخاص لمدة 3 شهور، وبعد ذلك مررت بالتعيين في وزارة المالية والصناعة، وكان اسمها الرسمي وزارة المالية والصناعة في مارس 77. حتى منتصف عام 2006. نعم. وكنا الحقيقة في خلال فترة تدرجت حتى أصبحت ملحق أو يعني في دائرة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة. دخلت كموظف يعني في هذه. نعم. وتسلسلت ثم يعني لغاية لما كنا يعني في دائرة الاستثمارات، ودي دائرة متخصصة في استثمارات الدولة الاتحادية. هذا المنصب يعني فتح لي أفاق عالمية، فأنا كنت مسؤول عن متابعة الاستثمارات الدولة في الصناديق الدولية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما يلحقه من منظمات أخرى. نعم. وصناديق التنمية العربية الخمسة، وفي ذات الوقت كنا يعني الاستثمارات المحلية زي اتصالات زي الدو، دي كلها استثمارات الدولة داخل الدولة وخارجها. نعم. فده اداني أفاق الحقيقة مهمة الحقيقة يعني. بعد ذلك يعني ادانا فرصة في ان احنا نحضر الاجتماعات السنوية كلها، سواء كانت في واشنطن أو في دولة الإمارات، وأنا كنت مسؤول عن وفد دولة الإمارات في اجتماعات السنوية التي عقدت في دبي دولة الإمارات. نعم. 2003. نعم. فهي الحقيقة مراحل متعددة، وكان من ضمن الحاجات من حسن الطالع أن أنا اشتركت في وضع كافة التشريعات المالية والاقتصادية بالدولة، يا إما بإبداء الرأي يا إما بالفكرة، أنت خدت بالك. فده إدانا أيضا خبرة عالية في تشريعات الدولة وما يعني الدولة بتنظر إلى المستقبل خلال التشريعات وتطور هذه التشريعات. فدي إدتنا فرصة كبيرة للغاية في أن احنا نلم بمستقبل الدولة بتمشي إزاي ويخطط لها إزاي. عام 2006 بعد التقاعد يعني خلصت التقاعد في منصبك كان يعني. نعم. الحقيقة بعد 2006 ماذا عملت يعني؟ بس خلي بالك طبعا. أنا في أثناء عملي في الحكومة الاتحادية في وزارة المالية والصناعة تم تأسيس تروث. يعني كنت أنا شريك في شركة تروث، وفي ذات الوقت أنا كنت موظف في الحكومة الاتحادية. فتروث تم تأسيسها في سنة 93 وأول شركة في دولة الإمارات في مجال الاستشارات الاقتصادية الأول. نعم. ومن ثم تم إضافة الاستشارات الاقتصادية. فالحقيقة دي حاجة مهمة وأضافت
لينا بعد كبير، لأنه هذا النوع من النشاط لم يكن له وجود. يعني نتعرف شوي عن هذه الشركة تحديدا، يعني نتكلم عن يعني الخدمات اللي بتقدمونها وآلية التعامل مع الفئات اللي بتستهدفوها من داخل هذه الدولة. شوف، دراسات الجدوى هي مسؤولة أو يعني موجهة أصلا للمستثمرين ورجال الأعمال اللي هم بيتطلعوا إلى الأون بيزنس بتاعهم، يعني ممارسة الأعمال بتاعتهم منذ الفكرة فقط. يعني أنت عايز تعمل مشروع فبتيجي لتروس بتعمل لك دراسة الجدوى. دراسة الجدوى هي المدخل الحقيقي للمشروع اللي انت عايز تعمله. فقبل ما تتورط فيه او قبل ما تاخد قرار غير صحيح بنعمل دراسة الجدوى. فدراسة الجدوى هي مدى جدوى المشروع وبمؤشراته الاستثمارية والمالية وما الى ذلك. فده كان المدخل الاول للشركة. بعد ذلك في اثناء العمل بدأنا ننظر في تأسيس الشركات. فإحنا تروث كانت مسؤولة عن تقريبا 18 شركة مساهمة عامة وخاصة، وده كان لحسن الطالع إن تم تكليف تروث بتأسيس هذه الشركات من A to Z، لأن إحنا بس مش كناش مسؤولين عن دراسة الجدوى، لكن أيضا وضع العقد والنظام الأساسي للشركة وإذا كان هناك اكتتاب ليها. فدانا للتروث الثلاث الحاجات المتطلبات. فالشركات العامة لأي مستشار آخر ما كان يعمل إلا تخصصه، يعني أنت دراسة جدوى تعمل دراسة جدوى وخلاص، وتروح للاستشاري قانوني أو محامي يعمل لك العقد والنظام الأساسي، ثم تلجأ إلى استشار آخر يعمل لك الكتاب وهكذا. أنتوا لأمتوا إحنا لظروف ما تم تكلفنا ما لناش علاقة، إحنا مستثمرين وأنت اعمل يعني تسلمنا تسليم مفتاح. فده أدانا خبرة عالية في إزاي يعدل العقد والنظام الأساسي والدراسة الجدوى والإجراءات طبقا لمتطلبات الجهات الرسميه. ممتاز. فاصبح عندنا الخبره دي، فكان يعني اول يعني شركه عانينا فيها، لكن عرفنا بقى الطريق، خريطه الطريق، ووضعنا خريطه الطريق مع الجهات الرسميه مع الحكومه. كيف تنظر إلى تطور الاقتصاد في دولة الإمارات؟ ونأخذ منك رسالة أيضا بطاقة نصح وإرشاد للمستثمرين الخارجي لدول الاستثمار داخل دولة. شوف، دولة الإمارات دولة متفردة. دولة متفردة وتقفز قفزات كل عقد. يعني هي إذا كان هناك أربع عقود، يعني 40 سنة، يعني كل 10 سنوات عقد، فكل 10 سنوات لها قفزة نوعية. حتى وصلت في نهاية العقد 2020 أن وصلت إلى المسبار الأمل الذي وصل المريخ. أنت بقى خلال الفترة دي نحن عشناها وكنا شهود عيان على هذه القفزات. فالآن دولة الإمارات دولة متفردة. يعني إيه دولة متفردة؟ لا يستطيع أحد أن يضارعها أو يجاريها. ليه؟ لأن هي عندها الانفراستراكشر، هنا افهمه مش على ان هو بنيه تحتيه لطرق وكباري ومواني ومطارات، ولكن بنيه تحتيه في العقليه. عندهم يعني تفوق وابتكار في الاذهان، وفي نفس الوقت اصبح لدوله الامارات القوه الناعمه وصوره ذهنيه ماذا تريد دوله الامارات ان يعرفها العالم. عن الصورة الذهنية، رسم الصورة. أول ما أقول لك دولة الإمارات، ما هي الصورة التي يعني تصور في ذهنك؟ فمن هنا دولة الإمارات دولة متفردة ودولة
فتية ومتطورة. يعني في دول لما بتوصل لمراحل معينة تترهل، لا دي دايما محافظة على شبابها ومحافظة على قوة الدفع بتاعها. ويكفي ان اول دولة في العالم تعين وزير للسعادة ووزير يعني كانت دايما يعني سباقة حتى في الدول المتقدمة. نعم، يعني ما شاء الله عليك، أنت لك باع طويل في دولة الإمارات وشاهد على الماضي والحاضر. نعم. والله يرحم الشيخ زايد، يعني أسس وبنى دولة الإمارات. يعني أردنا نتحدث عن مكان من الشيخ زايد وعن تطور هذه البلد الحديث، وأنتم ما شاء الله أكيد من حملتم بالزور الثقيل أيضا في عهد المغفور. بس أصلا أنت لو هتتكلم على الشيخ زايد أنت عايز لك حلقات مش حلقات، يعني لكن في مختصر الشيخ زايد في موجز. الشيخ زايد هو اللي نقل الدولة من دولة صحراوية، صحراء بس هي صحراء جرداء بجد، يعني احنا شفناها وكنا شهود عيان، الى دولة فيما لا يزيد عن 10 سنوات كانت دولة حديثة من الطرق والمواصلات والبنايات، ونقل مواطنين الدولة من البدو الى الحداثة. وان كان هناك بعض التجارب الغير يعني اللي احنا استفدنا منها بحيث انه ما كانتش معوق من معوقات التنميه في الدوله، لكن عشان تنقل النقله دي لا، المواطنين ساعدوا الشيخ الحياه زايد في ان هم يتطوروا ويكونوا معاه، انت خدت بالك، وفي نفس يعني كانوا ماشيين بنفس الخطه، نفس سرعه الخطه بتاعته. صحيح، انت خدت بالك. ثم جاء بعد كده دبي ايضا والامارات الشماليه اللي هم الامارات السبعه كانوا في نفس الركب. فالشيخ زايد كان له ايادي بيضاء، وهو مؤسس المؤسس الحقيقي والدائم، وسوف يذكره التاريخ ان مؤسس دوله الامارات الحديثه هو سمو الشيخ زايد، صاحب السمو الشيخ زايد. أكيد متزوج حضرتك ولديك من الأبناء، يعني نتكلم عن دور زوجتك في حياتك وأبنائك ماذا عملوا فيه؟ شريكة حياتي. أكيد. هي شريكة الحياة. فنعم أنا متزوج وأكبر زوجتي ب15 سنة، الله أكبر، حول ولا قوة إلا بالله، ولي من أبناء 4 ذكور، وكنت أتمنى أن تكون لي بنت يعني، بس ربنا ما كانش ما أردش يعني، ونحمد الله على كل شيء يعني، هذا رزق ومن الله سبحانه وتعالى، واحنا قبلناه بكل رضا وكل صدر رحب، والحمد لله رب العالمين. هما الان في متزوجون ولي احفاد ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. ولكن طبعا تربية الاولاد هي بيني وبينها لان شركة الحياة، فكان هناك تفاهما كبيرا في تربية الأولاد، وكنا مؤمنين. خلي بالك مهمة قوي اللي أنا يعني لما باخد قرار هي عارفة القرار هيطلع إزاي، عمرنا ما، أو هي كذلك يعني بتاخد قرار كان دائما دون أن نلتقي أو أن نتفق، كان القرار واحد، وكان هناك مؤمنين بالثواب والعقاب. يعني الأولادي لا في ثواب وعقاب، يعني انك انت تقول لك ما تضربش عيالك ما تعملش عيالك، مش لازم تضربه يعني، لكن لازم يكون هناك ثواب عقاب، لان الله سبحانه وتعالى عمل جنه ونار خلصت. صحيح. وانا انا من خلق الله يعني. نعم. فعشان تقوم يبقى لازم يكون عندك عقاب. صحيح. بس العقاب ده بيجي عند اللي هو ايه يعني، عفوا في التعبير، الاستعباط، لما تستعبط لا طيب. لكن غصب عنك تعدي، بس تاخد بالك. نعم. بس واكيد كل رجل عظيم ورائع يا سيدي، الله يحفظك وتضل خير منهم ان شاء الله. الله يبارك لك. يعني ناخذ منك رساله، وانت اب ولديك من الابناء، يعني ناخذ منك رساله للشباب. نعم. الشباب الطموحين والشباب الوطني العربي الاجمع، يعني كيف تنصح الشباب في ظل هذه؟ شوف في حاجات كده لازم هنختزلها في مثالين، اذا خفت ما تقدمش، واذا اقدمت ما تخافش. انا بتكلم على البيزنس، يعني اذا انت دخلت في مجال البيزنس ما تخافش. نعم. واذا خفت ما تقدمش يا رجل، يبقى انت راجل غير جدير بانك انت تخش العمل الخاص، يبقى يعني البيزنس بتاعك يحتاج الى المخاطره ويحتاج الى الجراءه. صحيح. فلو انت مش، يبقى روح اشتغل موظف، انا افضل كده يعني. دي اول نصيحه. نمرة النصيحه، النصيحه الثانيه دي من تجاربي، اكيد انه يا تكبر
تبقى قد كلمتك، يا تصغر كلمتك تبقى على قدك. ارجو ان الفهم الصحيح لهذه التجربه، ما تقولش كلمه انت مش قدها. ادي كلمه واحد. وقلت كلمه تكبر تبقى قدها، يا تصغر كلمتك تبقى على حجمك. ما ينفعش يكون حجمك مثلا قد كده وتقول كلام، يعني دي نقطه مهمه قوي في الاعمال يعني. فلا ولا تبالغ في الاهداف، خليك الهدف بتاعك يكون واقعي. يعني ما تقول ما تعمليش مثلا استثمار في السمول بيزنس، لان عاده احنا كلنا دخلنا في السمول بيزنس سايز. فالنهارده ما تجيش مثلا تستثمر اللي مثلا 100,000 درهم وبكره هيخش لك ملايين يعني، لا مش هيحصل. لازم تاخد، وخلي بالك لابد ان يكون هناك تدرج في الاعمال. يعني ما تخشش فاتح صدرك قوي، والا وفي نفس الوقت خلي بالك، اولا لازم يكون عندك كفاءه وعندك حسن اداره. يعني ايه حسن اداره؟ في زي ما علمونا قال لك الاداره علم وفن. العلم خده من الكتاب، والفن خده من الواقع. لكن لابد ان يكون عندك حسن اداره. لا تتعنت يا رجل مع اللي هم العاملين معاك، لما هو فري عملك لا تتعالى عليهم. لازم يفهموا ان البيئه اللي هم بيشتغلوا فيها لازم تكون الى اقصى درجه مريحه، الى اقصى درجه مريحه. لازم يجوا العمل وهم عايزين يجوا فعلا، مش يجوا العمل وهم متأففين او صحيح. انت خدت بالك وحاجات كتيره جدا ممكن نقولها، لكن هو ده الاختصار بتاعها. نعم. يعني كيف تنظر الى الامن والامان في هذه الدوله سيدي؟ لا هو من يعني برضو من ضمن يعادل الفضل لصاحب سمو الشيخ زايد. صح، سواء كان هو رجل يعني آمن، أجيب مثلا يعني وهو مثلا بعيد، لكن زي عمر كان عنده الثقة والأمانة والعدل، فأمن فكان زي سيدنا عمر كده ينام في أي حتة. أنا شفناها، أنت خدت بالك، وما كانش يمشي معاه حرس ولا حاجة خالص، زيه أنت رحت قبله في الشارع عادي. فهو لما شعبه يشوفه خلصنا. وكذلك العملية المتوارثة بينه وبين الأبناء، فغرس في الدولة عدم الخوف. أنت هتخاف من إيه؟ أجلك هيجي لك إذا كنت خايف يعني. وفي نفس الوقت الأمن والأمان هنا، بس لما تعقدت الأمور بدأ ياخد الشكل اللي احنا شايفينه. يبقى في انضباط أمني لحماية المنشآت وحماية حتى يعني القائمين على إدارة شؤون البلاد يعني. لكن الأمن والأمان ده حاجة مهمة جدا، وده اللي خلى دولة الإمارات بالطريقة دي. أنا عمري كمستثمر حاجة في دولة فيها مشاكل. صحيح. خالص رأس المال جبان. نعم، لكن يعني أول حاجة بينشدها رجل الأعمال أو المستثمر أنه رايح لأي دولة، دولة فيها أمن، نمرة واحد الأمن والأمان، الاستقرار السياسي، الاستقرار مش عارف إيه، الاستقرار إيه. ثم نبحث عن الآخرين، التشريعات وسهولة الأعمال والعملة، معدلات التضخم، الحاجات الاقتصادية اللي بياخدها في اعتباره رجل الأعمال المعني. فدي كلها حاجات كتيرة جدا يعني، إذا يعني في لقاءات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله إحنا راح نستمر. أكيد أنت بتختص يعني بتحتاج للقاءات كثير. نعم. مجموعة من الحلقات في برامج الاقتصادية. نعم. سيد، هو لقاء خاص هذا، يعني احنا كنا سعيدين بوجودك وقت البرنامج وداهمنا. راضي عن نفسك في حياتك سيدي، في مسيرة حياتك؟ شوف، ونحكي عن سر نجاحك ايضا كمان، يعني كيف كان والشهادات ما شاء الله عليك، يعني الكم الهائل من الشهادات، يعني والشهادات اللي حاصل عليها في حياتك. انا وصلت من عمر ارزله، ولكني يعني من ضمن اسباب النجاح انك انت حسك عينك تفهم انك انت وصلت لنهاية الطريق. انا ما زلت تلميذ، انا ما زلت تلميذ، وانا بنافس عيالي والفريق العمل بتاعي في ان انا في التطور. يعني انا لازم انا ابحث عن اخر حاجه ما توصل اليه. هتلاقي في تروس كل حاجه من البرامج ومن يعني كل ما هو جديد. لازم تكون مواكب خطوه بخطوه على التطورات اللي انت اللي انت اللي انت شايفها. فالحقيقه دي من ضمن النصائح، لا يجب ان يتوقف مخك وعقلك وتفكيرك واهدافك عند حدود معينه. حسنت.
طبعا احنا سعيدين بوجودك. هل من رساله اخيره حاب توجهها لمن شئت او لانسان كان داعم لك؟ رساله عامه حاب توجهها؟ انا بس بنصح عيالي وابنائي ان هم يرضوا، يكون عندهم الرضا بقضاء الله وقدره، وان الحياه هي عباره عن قباب وقعان. يعني اذا انت الان في القمه لا تحسب انك انت هتفضل فوق على طول او على في القاع على طول، انت هي قباب وقعان، فارضى عشان ربنا يرضى عنك. طبعا اعزائي المشاهدين، يعني في هذه الكلمات الطيبه لا يسعنا لتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى سعاده السيد رضا مسلم السيد، صاحب ومدير عام تروث الاستشارات الاداريه والاقتصاديه في اماره ابو ظبي. كل الشكر والتقدير، ونتمنى لك التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح، وكل عام وانتم بخير والوطن بخير وقائد الوطن بخير. شكرا جزيلا سيدي. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا.